افتتح هذه الجلسة الرسمية وأعطي الكلمة للسيد وكيل الملك. سيد الرئيس، سادة القضاة، التمس من سيادتكم تعيين قاضي من هيئتكم المحترمة، كما أني بدوري أعين السيد عبد القادر برحو نائب وكيل الملك بمصاحبة السيد محسن البقالي الحسني الذي قرر جلالة الملك نصره الله وأيده تعيينه للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط لتلاوة سند تعيينه والتحاقه بمقعده، والأمر بتحرير كل ما راج في هذه الجلسة بمحضر للرجوع إليه عند الحاجة. وعين القاضي السيد محمد البقالي بمصاحبة السيد وكيل الملك محسن البقالي الحسني لهذه القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بالفضل والمن والإحسان حمدا يليق بجلال وجه الكريم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد ورحمة المهدى للناس أجمعين، صاحب الخلق العظيم وحاكم الحق المبين، وعلى أهله الكرام الأصفياء وأصحابه المخلصين الأوفياء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني فوق قولي. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السيد رئيس أول محكمة الاستئناف بتطوان، السيد الوكيل العام المالي لدى محكمة الاستئناف بتطوان، السيد عام التحرير بتطوان، السيد عام العمل التنديق بنيدق، السادة المسؤول القضاء والقضاة، السيد النظيف بهيئة المحامين وأعضاء المجلس، السيد قائد الحملية العسكرية، السيد ولي الأمن، السيد قائد جهة الدار الملكي، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيد رئيس المجلس العلمي بتطوان، السيد رئيس المجلس العلمي من دفعة ميدق، السادة رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعة الترابية والمنتخبين، السيد المدير الفرعي الإقليمي، السادة رؤساء كتاب الضبط كتاب النيابة العامة، السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوض القضائيين بتطوان، السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بتطوان، السيد رئيس النقابة الوطنية للصحة بتطوان، السيد رئيس المكتب المحلي للنقابة الوطنية للديمقراطية العدل، السيد رئيس ولاية الموظفين وزارة العدل بتطوان، السيدة والسادة الموظفين، السادة ممثلي وزير الإعلام، حضرة السيدة والسادة الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب شخصيا. لكم جزيل الشكر ووافي الامتنان على تفضلكم لحضور مراسم حفل التنصيب. حقا انه شرف عظيم ان القي كلمه في اطار هذه الجلسه الرسميه المهيبه وبرحاب هذه المعلمه القضائيه الفريده في ظلال مدينه تطوان الخالده الضاربه حضورها في عمق التاريخ حيث عبق الزمان واهيج المكان وتلاقح حضارات وتمازج وتنوع الثقافات
وذلك بعدما حظيته بالثقة المولوية السامية وموافقة الجليل الشريف أسماه الله عز أمره بتعييني وكيلا لجلالته لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. إي وربي إنه لشرف عظيم وتكليف جسيم، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعينني على اختيار المسلك السليم ويرشدني إلى الطريق القويم والامتثال للأمر المولوي السامي بالتمسك بروابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأى جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على سيادة الحقوق وحرية المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعة في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. لذا نؤكد على أننا عازمون بمشيئة لله وعونه وتوفيقه على القيام بمهامنا بحزم وأمانة وتشبث بالنزاهة والاستقامة وتبني إدارة قضائية ناجعة تتجلى في تفعيل دور المسؤول القضائي وتبني الحكامة الجيدة والأسلوب الرشيد في ضوء محاور أساسية تتجسد في مواصلة تسهيل ولوج المرتفقين، تحسين ظروف الاستقبال أهمي بمستوى الخدمات القضائية، تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، البت في القضايا وتسهيل الأشغال داخل أجال معقولة محددة سلفا، والسعي الحثيث إلى إيصال الحقوق لأصحابها في أحسن الأجال، مع استحضار النجاعة القضائية والتأهيل والتأطير والتخليق وتعزيز الثقة في القضاء وتكريس مبادئ ومفاهيم أساسية سامية ألا وهي القضاء في خدمة المواطن والضمير المسؤول للفاعلين والكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية ورفع من جودتها وربط المسؤولية بالمحاسبة إرسالا لدعائم الأمن القضائي وتثبيتا لركائز السلم الاجتماعي في إطار التنسيق التام مع السادة المسؤولين القضائيين والإداريين والتعاون المثمر والتواصل البناء بين الرئاسة والنيابة العامة ومع السيد النقيب وأعضاء المجلس ومشاهد العدالة والمسؤولين المعنيين تفعيلا لأحكام دستور المملكة الشريفة ولا سيما فصوله 24 و29 و22 و21 و128 واستلهاما للتوجيهات المنيرة والتوجهات المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتنزيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذات الصلة وإنفاذ القوانين بشكل سليم وتأسيسا على توجيهات سيادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحيث سنعمل بمشيئة الله كفريق عمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بداية نفوذ هذه المحكمة والسهر على تقييم العدالة من المتقدم ووفقا لقيام النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقرار القضاء ولا نبذل جهدا في تنفيذ تعليمات وتوجيهات سيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة التي خطها جنابه في مناشر ودوريات عدة مع العمل على تفعيل مخرجات الاجتماع الذي عقده السيد رئيس النيابة العامة مع مسؤول الأمن الوطني بتاريخ 16/6/2021 ومع مسؤول الدرك الملكي بتاريخ 16/6/2021 ليرحب معهد عين القضاء والتي تم تعميمها على جميع المسؤولين القضائيين للنيابة العامة من أجل الإقدام على وضع استراتيجية عمل محكمة ومحددة من حيث الآجال والأهداف مع استحضار التوجهات العامة لنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بإطار ترسيخ الثقة والمسؤولية بالمطلق عدالة حامية للحريات ومصدر أمان وعدالة في خدمة المواطن كما أرادها صاحب الجلالة صلى الله ولعلي أنني جد محظوظ وقلبي مفعم بالغبطة والسرور والسعادة والحرور حيث سأتولى بمشيئة الله مباشرة مهمي وتدبير مؤسسة النيابة العامة تحت إشهار رئيسي المباشر ورئيس الأعلى السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والسيد رئيس النيابة العامة وبمعية السيد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والسيد رئيس هذه المحكمة المشهود لهم جميعا بالنزاهة والكفاءة والحزم والعزم والجد فلله الحمد والشكر والمنة. وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا أن نشير بالمجهودات المخطرة والتضحيات المعتبرة التي بذلها سلفنا الأستاذ عبد الرحيم فلاح. نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء ويوفقه لما يحب ويرضاه
ويشمل عليه أهل الصحة والعافية ويحقق مسعاه. ونسك الختام أتضاع إلى الله عز وجل أن يلهمني الرشد والصواب والحكمة والسداد ويوفقني للقيام بالمهمة بصدق وأمان وإخلاص لإحقاق الحق وإقامة العدل، والأمل معقود أن أسلك في ذلك كله مسلك المسؤول قضاء النزيه الكفر، وأن أكون في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقة على عاتقي، وعند حسن ظني عاهل المفدق جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين والتأييد المبين، وأقام عينه بولي عهد المحبوب صاحب سمو الملك الأمين الحسن، وشد أثره بسموه رشيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، وحفظه بما حفظ به الملك الحكيم وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.